هاد لا فيديو هادي غنشوفو الطريقه اللي غنسجلو بها في التكوين المهني. التسجيل ماشي تيخص غير الناس اللي عندهم البكالوريا، التكوين المهني يمكن يتسجلوا فيه فعلى حسب التخصصات. كاين تخصصات كيبغيو فيهم 6، كاين تخصصات ديال 9، وكاين تخصصات من 5 6 حتى للباك، وكاين نيفو باك. فاللي مهتم وبغى يتسجل ويعرف معلومات عن طريقه التسجيل فالموقع ديالهم هو www.offpt.ma. فالخطوات باش تسجل في التكوين المهني هي المرحله الاولى كتسجل في السيت، من بعد كتمشي عندهم للتكوين المهني، كتشري واحد الملف اللي الثمن ديالو كيكون 50 درهم، كتعمر المعلومات ديالك، كتدفع لهم الاوراق اللي غادي نقول لهم من بعد شنو هما الاوراق اللي كيطلبوا، واحد الوريقه اللي كتكون سجلتي بها كديها حتى هي معاك. غنشوفوا الخطوات اللي يمكن نسجلوا فيها في السيت ديال التكوين المهني. فاول حاجه ملي كتدخل السيت ديال www.offpt.ma كيطلع لك هذه اللي فيها اكثر من 300 شعبه، هذه الصوره اللي فيها الدري وهاد البنت بلو دو 300 فيليير. فانت كتجي كتبرك انسكريفي فو، ومباشره من بعد ما كتبرك عليها كتطلع لك هاد الصفحه اللي خصك دير فيها المعلومات ديالك. فالخانة الاولى عندك لاكارت البطاقه ديال التعريف الوطنيه، الخانة الثانيه الرقم ديال المسار والتاريخ ديال الازدياد ديالك والجنسيه، واش مغربي ولا جزائري ولا غيره. ثم كنمروا للصفحه الثانيه اللي فيها المستوى الدراسي، وحتى الا مثلا كنتي بكالوريا كيعطوك في الخانه اللي تحت النوع ديال البكالوريا، واش ادبي ولا علمي، والبرونش ديال البكالوريا، والمدينه ديالك، والمؤسسه بالضبط اللي قريتي فيها. عندك الجهه اللي على اليمنيه، الجهه اللي كاينه لهيه فين كاينه ستاتيو، كتختار تما النوع ديال الدبلوم اللي بغيتي تشدو في التكوين المهني. كاين الدبلوم اللي هو كبير اللي خصك حتى تحتاج البكالوريا، وكاين واحد الدبلومات اللي خص يكون عندك نيفو باك، وكاين الدبلومات اللي ما تحتاجش خصك غير 9 ولا 6. فكتعمر الشعبه اللي احتاجيتيها. فمن بعد ما قبل ما تعبر خصك ضروري تطالع الشعب اللي بغيتيهم وتختار الشعبه عاد جي تعمر، تعطوك الاختيار الاول الاختيار الثاني الاختيار الثالث. فمن بعد كدير ايتاب سويفون، بعد ما كدير ايتاب سويفون كدير مكان الازدياد، الاسم ديالك، الكنيه، سميت الاب ديالك والكنيه الاب ديالك، الوظيفه ديال الاب ديالك، الادريسة ديالكم، نمرة التليفون، الايميل، وحتى المعلومات ديال الام. فكاع هاد المعلومات هي معلومات شخصيه. بعد ما كتساليهم كدير ايتاب سويفون، من بعد كطلع لك هذه اللي فيها اون كا دو بلي دو كونت كيسيون سيكريت. فهنايا كتختار واحد السؤال باش الا نسيتي شي نهار المود باس به كترجع. مثلا كيقولوا لك ما هو حيوانك المفضل، كتختار شي سؤال المهم اللي بغيتي انت ولا اسم الام، وكدير في التحت الجواب، كدير مثلا الكلاب. من بعد كدير فاليدي لانسكريبسيون. فمن بعد ما كدير فاليدي لانسكريبسيون كيطلع لك هاد الباج هادي، راه كيديروا فيها المود باس و لادريس اللي غتدخل بها. فغالبا كياخذوك لاكارت ناسيونال بها، كدير في الاول لاكارت ناسيونال وفي الكود كدير لاكارت ناسيونال، وكتسجل الدخول للحساب ديالك ديال التكوين. وكاين امبريمي لاتيستاسيون دو ريانسكريبسيون، فضروري خصك تطبع هذيك الورقه فين كاين هذا المربع الاخضر، حيت ضروري تخرج داك الورقه وبها غتمشي تسجل في التكوين المهني، من غادي تخلص الملف اللي داير 50 درهم. دابا شفنا داكشي الخطوات باش نتسجلوا في السيت، دابا شنو هما الوراق اللي مطلوبه اللي خصك ديهم معاك؟ فالوراق تيبقاو عشان انت هما على حسب النيفو اللي غتدفع عليه، ولكن شوفوا اغلب الاوراق اللي كيطلبوا. عندك نسخه من البطاقه الوطنيه للتعريف تكون مكبره وتكون انجليزية، عقد زياد بالنسبه للاشخاص غير متوفرين على البطاقه البيومتريه، نسخه من الدبلوم او الشهاده المدرسيه تثبت المستوى التعليمي، يعني
انت باكالوريا خصك ديرهم بشهادة الباك، نيفو باك خصك ديرهم بشهادة المدرسة كتقول بلي نيفو باك، كنتي تاسعة كنديرهم بلا تاسعة، كانت ستة ابتدائي كنتي بلي انت في ستة ابتدائي، كتجمع هاد الوراق ديالك او تصاور باش ما نساوهمش صورة ثانية شمسية، كدير هاد الوراق ديالك مصحوبين مع الوريقة اللي جبتي من السيت اللي سجلتي و50 درهم ديال الملف، وتماك كدفع عاد باش كيعيطوا لك من بعد على حساب، كاين شي مرات كيعيطوا لك غير هكاك، كاين شي مرات كيعيطوا لك دوز الامتحان، دوز واحد الامتحان كيكون ساهل داكشي، اسئله كتختار والا كان كنتي مؤهل راه كيتقبلوك وكيعيطوا لك تقرا. هادشي اللي كاين في هذه الحلقه وشكرا على المشاهده. كاينين حلقات اخرى بالنسبه لصحاب الباك، كاين حلقه ديال المنحه اللي بغى يشوف كيفاش غيشد المنحه، حتى صحاب التكوين المهني حتى هما راه اللي عنده دخل التكوين المهني بالباك يمكن يدفع حتى هو المنحه. شكرا للمشاهده.